للمزيد من المتابعة معنا من مقر انعقاد الجلستين بالأكاديمية الوطنية للتدريب مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. كريم، كيف هي الأجواء لديك، المشهد لديك في الأكاديمية الوطنية للتدريب؟ نعم، تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل منذ ظهر اليوم اجتمعت اللجنة الخاصة بالمحور المجتمعي وأيضا اللجنة الخاصة بالمحور الاقتصادي، هاتان جلستان متخصصتان لا تمثل أو ليست مثيلة أو ليست شبيهة بالجلسات العامة. هي جلسة خاصة يتم الخروج بها بتوصيات، أيضا يتم رفعها للأمان العامة ثم رفعها لي رئيس الجمهورية. الجلسة الخاصة بالمحور الاقتصادي ناقشت آليات ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي عن طريق طبع بعض الأفكار التي تم طرحها، من أهمها الحوافز التي ممكن أن تقدمها الحكومة للاقتصاد غير الرسمي ليتم دمجه داخل الاقتصاد الرسمي، إما حوافز مادية أو حتى حوافز خاصة بالتصاريح المختلفة أو حتى حوافز مختلفة متعلقة بتقنين أوضاع من يعملون بالاقتصاد غير الرسمي. هذه نقطة. النقطة الأخرى أيضا هي لجنة القضية السكانية، وتم أيضا طرح مشروعات للقوانين وتقديم مشروعات مختلفة لدراسات متنوعة للتعامل مع القضية السكانية والتنمية السكانية، إما عن طريق العمل على الحد من الزيادة السكانية أو حتى الاستفادة الأمثل من أعداد السكان المختلفة. القضيتان يرتبطان ببعضهما البعض في سبيل التنمية بشكل عام، إما الرؤية الخاصة بالتعامل مع الأعداد والقضية السكانية وبالإضافة لذلك دمج الاقتصاد غير الرسمي، وأيضا الرؤية الأخرى هي آلية تحديد زيادة السكان بشكل عام، وأيضا الحوافز المختلفة لدمج الاقتصاد غير الرسمي. هذان المحوران المجتمعي والاقتصادي يرتبطان بشكل مباشر بالمواطن المصري، خصوصا في ظل ما تحدث خلال الفترة السابقة من أيضا زيادة مشاريع ريادة الأعمال، زيادة المشاريع الخاصة بالشباب، أيضا توفير الفرص أو خلق الفرص الخاصة بالشباب. كل هذه الفرص أو مشاريع ريادة الأعمال آليات مختلفة لدمج هذه الأفكار في الاقتصاد الرسمي، مما أيضا يساعد على زيادة الإنتاجية داخل دولة جمهورية مصر العربية، ومما يساعد أيضا على تخفيف وتقليل الاستيراد مما يقلل من الفجوة الدولارية بين الاستيراد والتصدير، وكل هذا يعود بالطبع بشكل مباشر على رفع بالطبع آلية التنمية بالنسبة للمواطن المصري، وأيضا نماء اقتصادي بشكل مباشر بعد تقليل هذه الفجوة بين الاستيراد والتصدير. إذن ملفان في منتهى الأهمية، الملف الاقتصادي كريم، وكذلك أيضا القضية السكانية لرفعها لسيادة الرئيس. نعم، يعني إذن ملفان في منتهى الأهمية كريم، الملف الاقتصادي وكذلك أيضا القضية السكانية، وهي من أبرز القضايا التي يتم الاهتمام بها منذ سنوات كثيرة للغاية. الجديد في مناقشة تشخيص القضية السكانية في جلسة اليوم ضمن المحور المجتمعي كريم. تم وضع الرؤى المختلفة وأيضا ابتكار آليات وقوانين، وبالإضافة لذلك أيضا تم الحديث عن الماضي الخاص بالتعامل مع القضية السكانية. في على سبيل المثال في منتصف التسعينيات 1996 كان هناك مقترح بالتعامل مع تقليل الزيادة السكانية والحد من الزيادة السكانية عن طريق بعض المنح والدعم الذي يأتي من الخارج أو من منظمات الأمم، عفوا منظمات الخاصة بالسكان والتعامل أيضا مع الأطفال والمرأة. كانت هذه المنح تأتي للتعامل مع هذه القضية، ولكن بعد أن توقفت بعد فترة كبيرة ارتفعت أيضا نسبة الزيادة السكانية. لذلك الآليات والأفكار الجديدة الآن تطرح بوضع قوانين منظمة للسكان. هذه كانت نقطة من النقاط التي تم طرحها. النقطة الأخرى أيضا ليس فقط القوانين المنظمة للسكان، ولكن أيضا وضع آليات محفزة وتوعوية، وأيضا بعض الدراسات التي تحدثت أو بعض الدراسات التي تم تقديمها بالفعل التي من الممكن أن تتعامل مع فكرة نشر الوعي والثقافة عن ما هي مميزات وعيوب الزيادة السكانية، وأيضا تنظيم الأسرة في حد ذاتها. كانت هذه من أهم النقاط التي تم طرحها في هذه اللجنة.
أشكرك جزيل الشكر كريم بابرس مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا من مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، شكرا جزيلا على هذه المتابعة.